السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنتقاسم معكم إظهار هذا النوع ديال الصبار. سبحان الله العظيم، زهرة كبيرة، أزهار ديالو طويلة تقدر توصل فيها شي 20 سنتيم في الطول ديالها. مازال ما تفتحاتش. من بعد 6 ديال السوايع لاحظوا كيفاش صبحات الازهار ديالي، كيفاش بدات تتفتح. اذا الشكل ديال الازهار من بعد 11 ساعه يعني في اليوم الموالي تفتحات. عندها منظر جميل جدا صراحه، لون الزهره وردي فاتح. في واحد الرائحة مميزة، سبحان الله العظيم، في واحد الرائحة مميزة. رائحة جميلة، ماشي زعما خيبة، ولكن رائحة مميزة. هي زهرة بحال شكل البوق، تلاحظوا معايا هنايا. زهرة ثنائية الجنس، تتحمل أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية. هذه راه باقي ما تفتحاتش مزيان، لأن باقي دوك الأعضاء مجموعة على بعضها، لكن هذه اكتمل التفتح ديالها. نتمنى ان هاد المقطع ينال الاعجاب ديالكم وتمتعوا معايا بهاد الازهار. مصير الازهار في اليوم الثالث، اذا كما تلاحظوا معايا دبلات الازهار مات، بدات تموت. نتمنى هذا المقطع ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا معايا في لاشين وتفعلوا جرس التنبيه وديروا لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.